أنا بعرف هذه لأن متساويات كلياتهم أورطا نقطة هذه شو بنسميها أورطا نقطة شو يا بحسين بساوي؟ كنت أجمع الي مع الي بقسم على اثنين بتطلع لي بالنص بق بجمع الإكس مع الإكس بقسم على اثنين بتطلع لي النص يعني بدي يقول على مود تساوي على مود الأول هذه على مود لاقيها شو بدي ساوي؟ بحسين بقول سالب أربعة زائد ي الأول على اثنين شو بيطلع لي واحد على هذا الإكس شو أبزيد أبقول ثلاثة زائد إكس الأول على اثنين كم يطلع خمسة مباشرة طرفين بوسطين شو صارت هونين بس نقول سالب أربعة زائد ي الأول يساوي اتنين في واحد اتنين سالب أربعة حولت لهون ي الأول شو يساوي ستة طرفين بوسطين صارت ثلاثة زائد إكس الأول يساوي اتنين في خمسة عشرة حولت الثلاثة لهون الإكس الأول شو طلع لي من هون سبعة لك شو بدي نقول هون مكان الإكس الأول سبعة مكان ي الأول ستة هسا انا شو بحسن بساوي بحسن بلاقي البي انا أريد لا لازم لاقي البي لحتى احسن قول شو بين البي والجي اورتا نقطة بكون لقيت الدي طيب كمان الشغلة البسيطة يعني الشغلة السهلة بتحسن بتلاقوا شو مثلا من ثلاثة شو مساوي للخمسة زائد اثنين صح ها لك رح يزيد اثنين هاي سبعة من سالب اربعة للواحد شو ساير زائد كم زائد خمسة لكم الواحد راح يزيد خمسة بتصير ستة طبعا بالامتحان المدرسة هيك إذا سويتوا أفضل لكم يعني بتقول سالب أربعة زائدية الأول على اثنين تساوي هذه في هاي العملية نفس الشي هون شو بدي أقول أنا هذي البي لسميه كمان إكس واي كمان شو بدي ساوي؟ الواي بدي أجمعهم يعني ستة زائد واي هيك ستة زائد واي على اثنين شو يساوي لي ستة طرفين بوسطين شو راح يصير ستة زائد واي تساوي اثنين في ستة اتناش حولت لهون اللي طلعت من هون شو ستة لك هادي شو ستة راح تكون الإكس كمان بس جمعتها الإكس هي أنا لقيتها هون سبعة سبعة زائد إكس مباشرة سبعة زائد إكس على اثنين شو تساوي سالب اثنين تساوي لي طرفين بوسطين اتنين في سالب اتنين بس يصير سبعة زائد اكس تساوي سالب اربعة السبعة بس الحولت لهون الاكس راح تساوي من هون سالب ايداعش ها لك هون شو صار سالب ايداعش يعني البي سالب ايداعش لستة هسة لقيتن كليتن الدي شو بدي لاقيه مباشرة بحسن بقول ال x سالب 11 سالب 11 زائد ال هون الثاني شو هو 3 على 2 على مود لاقي ال d ال x وال سالب 11 زائد 3 كم يساوي يساوي سالب 8 على 2 كم تطلع سالب 4 لك ال شو طلع سالب 4 على مود ال نفس الشيء 6 Zaad sallıb dört, yani altı nafs dört, bap raf sır, altı nafs dört, ala iki, şu raf sır, bir. Lakin şu raf olur hani, koordinatların toplamı Lakin muباشر eten, eksi dört artı bir, ne çıkacak buradan, eksi 3 Cevabımız bu olacak. Dördüncü soruya geçelim. Dördüncü soruda ne diyor burada? Bakalım. Şimdi dördüncü soru diyor ki ABC bir üçgen. Yani ABC hadi müsellez. AD BAC açısının yani hayza BAC açısının açı ortayı. Yani açı ortayı şu. Bir kısım الزوايا من نص ونفس الآن النسبات نسبة هون تساوي نسبة هون النسبة هون تساوي نسبة هون هلا راح نشوف أصلا نشوف هون بقول لي أربعة في أ بي تساوي ثلاثة في أ جي. لك ها ال هي يعني آ بي تساوي 3 أضعاف يعني ال أ تساوي ثلاثة ك لنقول وهون ال تساوي شو أربعة ك الاج تساوي شو 4k اي بقول نقطه ب 1 e 6 نقطه ب شو هي 1 e 6 يعني yani, الاكس 1 والي 6 معناتها ونقطه ج اكس 6 يا 13 اي بخلي هون Verilenlere göre D noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Ha, nefsil hali. قبل شوي كان ما يعطينا نحن دورنا دورنا لحتى نلاقي قدي وبعدين طلعنا هون مباشرة بس يعطيني خوائص المثلثات يعني شو بدي ساوي؟ اذا بقل لي هون اتشو اورتاي لا تنسوه هون اذا ثلاث اضعاف لك تساوي لهون ثلاث اضعاف هون اذا اربع اضعاف لك هون تساوي اربع اضعاف شو بدي ساوي الاكس الإكس من هون هيك لهون هيك بساوي الإكس راح زيدة كم تلاتة طيب الإكس إذا زيدت تلاتة شو بصير أو لازم نشوف أول شيء الإكس زائد ولا ناقص أول شيء لازم ننتبه هذا الشي هون واحد سائر سالب ستة آه ها نقصان لك شو راح ها راح نقصة تلاتة واحد ناقص تلاتة شو بيصير ناقص اثنين مباشرة الستة كمان شو راح ساويها ستة ناقص تل... لنشوف اليه زايدة يمكن ممتاز ستة زايد ثلاثة شو راح يصير تسعة يكون لقيت اليه لنشوف لنجرب هون عجب نفس الشي سالب اتنين ناقص اربعة سالب ستة ممتاز صح تسعة زائد اربعة 13 ممتاز لك ها شوفوا من نسبة المثلثات الأتشورتا شو سوينا؟ حسنا كمان نلاقي نقطة الدي الاكس والواي جمعهم ما بيريدون مني مباشرة شو راح اقول انا؟ سالب اتنين زائد تسعة كم تساوي؟ سبعة هذي بيكون